كابتن عادل مصطفى، يمكن قبل الماتش كان عندك تخوف شويه من الماتش صعب، يعني احنا كنا بنقول ان الماتش يعني سهل النهارده شويه نتيجه فرق الامكانيات بين الفريقين، ولكن انت كان عندك تخوف جدا في حته الماتش وقلت لي لو في فوز هيتاخر شويه لحد نهايه المباراه. دي حقيقه، واتفقنا مع انا وكابتن يوسف وكابتن محمد يوسف كان نفس الحكايه. يعني هي مباراه صعبه، مباراه الحرس صعبه، والحرس بدا المباراه مصعبها برضه على الاهلي ان هو بدا بثلاثه، بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع، واتكلمنا بين الشوطين ان مفيش حاجه هتيجي في الجول غير في المنطقه اللي هي اسمها زون 14. زون 14 دي المنطقه اللي قدام ال 18، دي اللي جاب منها وليد سليمان الجول وهم خمسه. التغيير اللي قلبت اللقاء، انا شايف ان اللقاء اتغير بعد ما مروان خرج، مش مروان كمسمى كاسم، ولكن مروان كبوزيشن. بوزيشن قصدك على راسين الحرب، ان راسين الحربه مع الطريقه الخمسه، يعني هو خلاص هو موقف الخمسه بتوعه، وانت موقف اثنين راس حربه بتوعك وبتشتغل عرضيات، ومفيش ولا كره عرضيه اثمرت لحاجه يعني. أيوه. فالشوط المباراه كلها العرضيات كلها مفيش ولا واحده خطره. الكور الهدف اللي تسجل لو جبنا الجول تاني من المنطقه اللي قدام ال 18، المنطقه الحته اللي قدام ال 18 اللي هي اتعمل فيها دبل باس. أيوه. الكره دي القرار التاني. أيوه. وحتى الجول التاني بتاع اجاييه وقفشه، دي كره تعالي، بص دي المنطقه اللي واقفين فيها، دي المنطقه الخطره بتاعت الحرس، هي دي المشكله الخطر، الحته دي الفاضيه اللي احنا قلنا بين الشوطين ان الاهلي لو سجل هيسجل من المنطقه دي. ان طول الوقت فرقه الحرس بتلعب خمس لعيبه واقفين بشكل كويس، والاهلي بيحاول برضه يعمل كروسات وبرضه ما كانتش مجديه. فدي الكوره، والتغييره دي فتحت حاجه ثانيه، تغييره مروان فتحت حاجه ثانيه، ان خلت الحرس زي ما كابتن حليم قال، خلت الحرس يلعب اربعه. أيوة. لما لعب اربعه دلوقتي بقى عندك فرصه تلعب على الاطراف، وبقى عندك مساحات خلف ورا الباكين. ده اللي حصل برضه في جول جونيور، لو جبنا جول جونيور اجاييه وقفشه هتلاقي برضه نفس الكوره، يعني لو جبنا الجول ثاني هتلاقي ان المسافات اللي بقت فاضيه، المساحات اللي بقت فاضيه هي اللي بقت ورا الباكين. أيوة. اللي هي في 4-4-2 هي دي. بص دلوقتي هم بقوا اربعه. ايوه، ما بقوش الخمسه، الخمسه صحيح. خلاص خرجوا. مزبوط. فدلوقتي تقدر تلعب على الاطراف. مزبوط. في الخمسه الحته الفاضيه، حضرتك عايز تقول حاجه؟ بس حليم كمان فتح الجيم. ما هو فتح الجيم، هو ما فتحش الجيم بمزاجه. حليم فتح الجيم بعد تغييره مروان. أيوه. لما مروان خرج حليم، مش هقول اكل الطعم، بس هي يعني طبيعي ان هو يعمل كده، بس لو هو كمل بالثلاثه كانت هتبقى عنده بقى، هيبقى في نفس كان الاهلي كان هيبقى هيقع في نفس المشكله. كان هيبقى حتى العرضيات او ان هو يلعبوا حاجه القلب كان فيها مشكله، صعوبه شويه. لما حليم خرج الراجل المدافع بتاعه وطلعه نص ملعب شويه، بقت قلبها 4-3-3. ايوه، بقت عملت مشكله بقى لفرقه الحرس. فاحنا حسينا ان هو فتح الملعب، هو ما فتحش الملعب، هو غصب عنه الملعب فتح منه، ان هو سقط حد من الثلاثه لحد في نص الملعب لوليد. أيوة. الرقم 10. فبالتالي بقت في الفجوه، بدل ما كانوا خمسه بيلعبوا على خط واحد بقوا اربعه، فالفجوات المساحات بدات تزيد شويه. فدي بعد تغييره مروان شويه بدات تبقى احسن. الاهلي الاهداف كويسه، الايجابيات النهارده انك ما فيش اصابات. الايجابيات النهارده انك قدرت تسجل، واحنا قاعدين كلنا من الحاجات الايجابيه برضو ان احنا كلنا قاعدين عارفين ان الاهلي هيسجل. ودي حاجه برضو من الحاجات الايجابيه تحسب للفريق وتحسب للجهاز، ان انت طول الوقت عايز تكسب، حتى لو كان اداء مش يعني مش هقول دون المستوى لكن متوسط. دي حاجه من الحاجات الايجابيه انك بتلعب كل 3 ايام مباراه، والحمد لله الاصابات عندك مش موجوده، واللعيبه بتتدور تاني، الروتيشن هيبدا يبقى في روتيشن طبيعي بعد الفتره الجايه. قفشه الهدف النهارده برده هيفوقه شويه، وليد سليمان اعتقد برده كان محتاج ده، كان محتاج الهدف النهارده، ان وليد برده بعد الكورونا ما كانش برده قبل كده، كان الورقه الرابحه اللي بعد الكورونا شويه الاداء لسه ما كانش قوي. فمباراه النهارده اعتقد ان دي انطلاقه جديده للاهلي.